طيب لو حبينا ناخد مثال آخر من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونبين فيها البلاغة النبوية. أنتقل مع حضرتك والسادة المشاهدين إلى دعاء من دعائه صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه كان وسلم. يقوله عند النوم. ولكني أقف قبل أن أقرأ الدعاء، أقف مع كلمة جليلة جدا، مع كلمة جليلة جدا للصحابة، قالوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الدعاء كما يعلمنا السورة من القرآن. يا الله، يعني يحفظهم الدعاء، يحفظهم الدعاء، يحفظون الدعاء بنصه ولفظه كما يحفظهم السورة من القرآن. وقف العلماء عند هذا الحديث وقالوا لأن بركة الدعاء متوقفة على لفظ رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم، الله أن عليه تقوله وسلم، بنفس الكلمة وبنفس اللفظ الذي قاله به صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. حتى لدرجة أنه صلى الله عليه وسلم في هناك حديث مشهور يقول اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. الصحابي سيدنا البراء بن عازب راوي الحديث قال وبرسولك الذي أرسلت، غير غير كلمة نعم بنبيك ووضع مكانها كلمة برسول، برسولك. ما الذي دعاه إلى نعم. ذلك؟ فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدره وقال له وبنبيك الذي أرسلت، كأن عدل له العبارة، سبحان عدل الله. له اللفظ. العلماء وقفوا عند هذه العناية بالكلمة وبتغيير اللفظ، وأنه حين غير اللفظ جعل هذا رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم. ينكر عليه نعم. ويضربه على صدره ويقول له بل قل وبنبيك بنبيك الذي الذي أرسلت. أرسلت. قالوا لأنه حين قال وبرسولك الذي أرسلت لم يصفه صلى الله عليه وسلم إلا بصفة واحدة وهي صفة الرسالة، وبرسولك الذي الذي أرسلت. أرسلت، صفة الرسالة. نعم. فلما قال وبنبيك الذي أرسلت بقى في جمع له بين الصفتين، صفة النبوة النبوة وصفة وصفة الرسالة. الرسالة. الله، نعم. وكان النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه كان وسلم. حساسا بوقع الكلمة، نعم، بل أفصح العرب. نعم بل كان يغير للشعراء بعض الألفاظ. يعني سيدنا حسان ابن ثابت رضي الله عنه رضي الله عنه. لما أنشد بين يديه إن الرسول لنور يستضاء يستضاء به به مهند من من سيوف سيوف الله الله. مسلول، ده سيدنا كعب، سيدنا نعم. كعب بن مالك، إن الرسول لنور يستضاء يستضاء به به مهند مهند من من سيوف سيوف الله الله مسلول. مسلول. سيدنا كعب أنشدها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا مهند من سيوف الهند مسلول، فقال له بل قل من سيوف الله مسلول. يا الله. أيوه، فغير له الكلمة نعم. فأثبتها في ديوانه كما غيرها رسول الله صلى صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم. من سيوف الله. فرق كبير طبعا شتان الإسناد يعني. بين سيوف الهند نعم. وسيوف الله. سيف الهند وسيف السند وسيف اليمن هذه كلها ألفاظ معتادة، وهذه كلها السيف على قوة صانعه وضاربه، أما سيف الله فلا فهذا يكسر. شيء آخر، شيء آخر. ولذلك انظر إلى الفضل، مهند من سيوف الهند لم يزد على أن كرر كلمة الهند، لأن مهند معني مصنوع مشتقة في، من الهند. يعني نعم. مصنوع في الهند، ومن سيوف الهند تكرار قبيح ليس نعم. له معنى، فغيره النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وقال وسلم. له بل قل من سيوف الله مسلول، وثبت التغيير في ديوانه كما أثبته النبي صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وهذا وسلم. يدلك على حسه صلى الله عليه وسلم بالكلمة وتذوقه لها وتأديبه للصحابة ورضي الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه بس اسمح أجمعين. لي فضلتك قبل ما نروح للحديث، بس في جانب هنا صغير، لأن بعض السادة المشاهدين ممكن يقول إيه، بس أنا يصعب علي حفظ الدعاء كما ورد بنصه وحرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالمسألة فيها رخصة ولا ما فيهاش؟ والله هو طبعا الأفضل والأعلى أن تقول لفظ النبي صلى الله صلى عليه الله وسلم، عليه وسلم. لأنه لاحظ
المعنى يتغير بتغيير حرف واحد، نعم، وبتغيير ضمة وفتحة كما قلنا، كما ذكرنا قبل ذلك، نعم، المعنى يتغير. ف ولذلك احرص على أن تقول الدعاء إذا كان دعاء من دعائه صلى الله عليه وسلم، احرص على أن تقوله بلفظ، فإن غيرت فيعني الدعاء من أبواب الطاعات والقربات إلى الله سبحانه وتعالى، فربنا نسأل الله أن يستجيب. لكن إذا أردت أن تأخذ الفضل والمقام الأعلى فالتزم بلفظه صلى الله عليه وسلم. وعموما هو قال صلى الله عليه وسلم أفضل الدعاء عند رقة القلب، عند رقة القلب. فاغتنم الوقت الذي يكون القلب فيه رقة، وادعو الله بما شئت. ليس شرطا أن تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا دعوت بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم احرص أن تلتزم باللفظ، لأن بركة هذا الدعاء موقوفة على لفظه صلى الله عليه وسلم. نعم، نعود للحديث. نأخذ حديث دعائه صلى الله عليه وسلم الذي كان يقوله عند النوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. هذا هو نص الحديث الذي رواه سيدنا أبو هريرة، سيدنا أبي هريرة، عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.